السلام عليكم إخوان، صباح النور عليكم، تحياتي لجميع الإخوان. بالنسبة لإجراءات ديال بيع الحمامة اللي شريناها من المزاد، اللي فيه الأخ غمارين والأخ يونس الجولة، كنشكرهم على هذا الجروب ديال المزاد، جروب في المستوى. الحمد لله الإخوان كيتعرفوا على جميع الموالع، وشحال من مولع ما كانوش كنعرفوه كنعرفوه على حسب الطريقة ديال هذا الجروب هذا. كنشكروا الإخوان اللي هما يا ادمين ديال هذا الجروب هذا. المهم الاخوان باش نكملوا الاجراءات وتكون الامور قانونيه كما ينبغي. المهم الحمامه اللي شريت من المزاد الحمد لله توصلت بها البارح، كنشكروا الاخ قمرين اخ امين اللي داروا واحد المجهود. المهم تعذبوا شويه ومشاو حتى للبلاصه ديال الارسال الحمامه، ومن بعد لصقوا مع الاخوان اللي غادي يجيبوا الحمامه. والحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير، هذا الشيء اللي كنتمناو. الاخوان بالنسبه للحمامه الحمد لله هي توصلت بها كما كتشوفوا، هي الحمامه الداخل. كنشكروا الاخ امين على البانيه الله يحفظه. المهم الاخوان البيتغري هو هذا الحمامه، البيتغري ديال الحمامه اللهم بارك، بيتغري الحمامه هو هذا الاخوان، هانتوما كتشوفوا الاخوان.